السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على القناه. كنتمنى تكونوا كاملين على خير. في الفيديو ديال اليوم اللي البنات جيت باش نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي هي سهله بزاف، طواجن بالبنجر مقلي معمر بالبطاطا مسلوقه والكفته. ودابا غادي ندوزو باش نوريكم المقادير. فهي سهله بزاف. عندنا هنايا البنجر مقلي مقطع على هذا الشكل، هذا مقطع على شكل طولي. عندنا هنايا البطاطا مسلوقه، عندنا الفلفله حمراء وخضراء، انا هنايا شويتهم، ممكن انكم تديروا غير وحده فيهم او لبلاش. هنا عندي كفته ديال لاداند اللي طيبتها مع شويه ديال البصله وشويه ديال الثومه الربيع والتوابل كامله، جات على شكل هذا. عندي هنايا بصله صغيره مشلطه، عندي المعدنوس، وعندي مطيشه ديال الحك او الطماطم المركزه، والتوابل بطبيعه الحال. ودابا ندوزو طريقه التحضير. ودابا البنات هنايا خديت طويجين، درت فيه البصله ودرت فيه الزويته ودرت كاع التوابل. غادي نبشلو دابا. هنا غادي ندير القياس ديال المعدنوس والطماطم، و الى ما تفانيش غادي نزيد. فالبنات هنايا غادي نشحن هاد البصيله مزيان وغادي نخليها حتى تنزل ليا. البنات غادي نزيد شويه هنايا ديال الماء، غير شويه صافي. غادي نخلي هاد البصيله نغطي عليها وغادي نخليها طيح مزيان، وغادي ندوزو نوريكم كيفاش غادي نطيبو الدجاج بالبطاطا والكفته. فالبنات بعد ما خليت الطويجين ديالي يغلى، فرجعت باش نقاد الرولي ديال الدنجال اللي غادي نعمرو بالبطاطا والكفته. فهنا البنات خلطت البطاطا مع الكفته كتعطيها واحد اللذه زوينه. هي الوصفه في الاصل الدنجال تيتعمر سواء بالكفته سواء بالبطاطا، فانا خلطتهم بجوج بيهم. كي قلت لكم قبيله هذا الفلفله غادي نخليوها باش نزينو بها. وعندي هنايا الفرماج الشيدر، ممكن تعوضوه باي فرماج عندكم. غادي نحل هادي باش تجيني سهله الطريقه باش نخدم. غادي ناخذ واحد الدنيجيله على هذا الشكل، هذا كيف كتشوفوا. غادي ناخذ واحد السكين اللي غادي نقطع فيه طريف ديال الفرماج. فوالا، غادي ناخذ شويه ديال الكفته اللي مخلطناها مع البطاطا، وغادي ناخذ هاد المرسو هذا ديال الفرماج، وغادي نتني الرولي تالي على هاد الشكل هذا. غادي نعاود معاكم وحده اخرى كيف كتشوفوا. غادي ناخذ شويه ديال الكفته اللي خلطناها مع البطاطا، وغادي ناخذ رولي ديال الفرماج، غادي نتني على هاد الشكل هذا، وغادي نلوي النزال ديالي على هاد الشكل. نعاود معاكم طريقة أخرى بهذا الشكل. فهو ساهل وبسرعة كيوجد. فالبنات بالنسبة للدنجال إلا ما بغيتوش تقليوه، تقدروا تدهنوا بشوية ديال الزيت هكا وتدخلوه للفران، أو لا تديرو في البانيني حتى هو كيجي زوين. ودابا ندوزو باش نكملو المراحل الأخيرة. الوغ البنات، من بعد ما كملت كاع الدنجال اللي عندي زدت هنايا شويه ديال المدخول، وغادي نبدا نضيف الدنجال ديالي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. كيجي صراحه هاد الطويجين زوين. غادي نخليو الدنجال ديالنا يتشرب هاد لاصوص، ومن بعد نرجع لكم. فهنا البنات من بعد ما كملت كاع الدنجال اللي عندي سطفتو في هاد الطاجين، غادي نذوق بالفلفله. فالبنات كيف كتشوفوا هنا راه كلشي طايب، فقط تشرب لينا ديك المريقه، وحتى الدنجال ديالنا وحتى الفلفله حتى هي تشرب لينا هاد لاصوص هذا. ومن بعد نتلاقى.
البنات دابا بعد ما كملت الشتاف ديال الدنجال وديال الفلفله غادي نسد على الطاجين تقريبا 5 ديال الدقائق نشرب ليا هاد لاصوص هادي ونرجع نوريكم كيفاش جا الطاجين ديالي. ودابا البنات بعد ما طاب الطاجين كيجي على هاد الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. غادي ناخد هنايا شويه كيجي على هاد الشكل صراحه ما غاديش تقنعوا منه. شوفوا هذا الفرماج كيفاش كيجي ملي تاكل كيجي صراحه هاد شفتوا كيفاش كيجي كيجي لذيذ بزاف صراحه هاد الطاجين هذا. كنتمنى البنات يعجبكم الطاجين ديال اليوم صراحه وصفه سهله وكتستحق انكم تجربوها. فإلى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم وتخليوا لي تعليق. واللي مازال ما تابوناش في لاشين يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد.